أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلغاء عروض الألعاب النارية التي كان من المقرر إقامتها في منطقة خليج البحرين احتفالاً برأس السنة الميلادية وذلك تظافراً مع الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين ممثلة بالحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين من التجمعات وتأكيداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتؤكد الهيئه ان التكاتف مع الصفوف الاماميه في مكافحه فيروس كورونا سيعيد الحياه لطبيعتها مره اخرى وستعود الفعاليات والاحتفالات من جديد